بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نبدأ الحديث إن شاء الله بإذن الله عن ووردبريس، وأفضل مصدر نبدأ به الكلام لما يجي الكلام عن ووردبريس هو الموقع الرسمي لووردبريس wordpress.org. وفي البانل أو في البوتوم في الصفحة بتاعت الأباوت لما نحب نجيب نجمع معلومات عن wordpress.org علشان نعرف بالضبط احنا راح نشتغل على ايه. طيب هما بيقولوا ان wordpress ابتدى من سنة 2003، كان مشروع ناشئ ستارت اب بروجكت، ابتدى بعدد قليل نسبيا من الاكواد، بعدين علشان يعمل انهانسنج للتايبوغرافي، يعني الموضوع ما كانش كده في الاول، البدايه ما كانتش كنظام اداره محتوى كامل، لا الموضوع كان بسيط، وبعدين ابتدى يتطور لغايه لما وصل في اواخر 2014 لانه يوصل للذا لارجست سيلف هوست بلوجينج تول، افضل واكبر، خلينا نقول اكبر سيلف هوستنج بلوجينج، اداه تدوين على الانترنت. والاحصائيات بتقول ان تقريبا اكتر من 60 مليون موقع حاليا بيتم تشغيلهم وادارتهم باستخدام ووردبريس. يعني لو حبينا نحط النسبه 60 مليون يعني 23% من فضاء الانترنت على ووردبريس، وده رقم مش قليل، رقم كبير جدا من الاجمالي العام لاستخدام الشبكه بيصب في صالح ووردبريس. طيب جميل، اللي انت بتشوفه هنا كل الكلام ده، كل الدوكيومنتيشن ديت اتعمل بحاجه اسمها كوميونيتي. كوميونيتي ده زي مجتمع، يعني في مجموعه من الاشخاص بتحاول تطور المساله دي، فبالتالي بنقول على ووردبريس انه اوبن سورس. اوبن سورس المفهوم الجميل ده معناه مفتوح المصدر. مفتوح المصدر ده يعني ايه؟ يعني انت ممكن تشوف السورس كود، الشفره المصدريه، ها ملفات الكود بتاعت ووردبريس، وتعمل لها داونلود تحت شروط معينه، وتعمل اديتنج عليها، وتضيف شفرتك الخاصه، وتعمل لها شيرنج وتشاركها مع الناس. وده اللي بيخلي ووردبريس رقم واحد انه اوبن سورس، انه فري وانه اوبن سورس، غير بقيه الحاجات التانيه. طيب جميل، النقطة الثالثة اما احب نتكلم عن wordpress.org، انا عندي طبعا فرق ما بين النقطتين هحاول اوضحهم في السيريز اللي جاي، الفرق ما بين wordpress.org و wordpress.com. انا بس هنتكلم دلوقتي عن wordpress.org. هو انت اللي انت محتاجه لما تحكي عن wordpress.org، انت محتاج ويب هوست، يعني زي مثلا مساحة معينة على فضاء الانترنت علشان ترفع عليها الwordpress ده وتعمل له انستول وتستفيد بخدماته. طيب جميل خالص، ايه اللي ممكن نستخدم ووردبريس فيه، او بمعنى ادق يعني هو ايه ووردبريس ده؟ تمام، هو ووردبريس ده ابتدى كبلوجينج سيستم. يعني ايه بلوجينج سيستم؟ يعني اداه للتدوين، يعني حد معاه مجموعه من الارتكلز، مجموعه من المعلومات اللي عايز يشاركها مع الناس على فضاء الويب، وما عندوش خلفيه كبيره بمساله تصميم الصفحات، فيروح مستخدم ادوات زي البلوجينج تول. كل اللي هو محتاجه ان هو يعمل مثلا حساب على شركه معينه، على موقع معين، ويديله ان هو ممكن يكريت صفحه معينه وينشر فيها الداتا بتاعته ويشير الرابط مع الناس. بالظبط كده، ده كان اسمه بلوجينج تول او بلوجينج سيستم. لكن تم تطوير الاداه دي لغايه لما وصلت لفول كونتنت مانجمنت سيستم، وده امر في قمه الاهميه، CMS. CMS means Content Management System، أو نظام لإدارة المحتوى الإلكتروني على شبكة الإنترنت. يعني لما تحب حضرتك تضيف صفحة، الكونتنت مانجمنت سيستم ممكن يعمل كده. لما بتحب تضيف مستخدم، تحذف مستخدم، تضيف ارتكل، تحذف ارتكل، ترتب مقالة معينة، تضيف منيو، تحذف منيو، تضيف بلوجين أو تحذف بلوجين، الكنترول الجميل ده بيتولاه لك ووردبريس، من غير ما انت تكون مضطر انك تفتح او انك تكون فاهم كتير جدا شويه الاكواد البرمجيه. ممكن ما يكون عندك اي بريف خبره بانك تكتب كود وتستخدم ووردبريس بشكل سليم جدا. ده طبعا مش بس كونتنت مانجمنت سيستم بس اونلي، ده في ادوات كتير جدا اسمها بلجنز وويدجتس بتحاول تديفلوب او تضيف فيتشرز ومميزات على جلب نظام اداره المحتوى ووردبريس.
النقطة الثالثة أو النقطة الرابعة ال connect to the community. ممكن لو أنت كان عندك مشكلة في community، في مجتمع كبير جدا، وال community ده لو أنت معاك سؤال ممكن تحاول تسأله أو كده. النقطة اللي جاية بتكون إن ال WordPress ده أساسا مبني باستخدام ال PHP و MySQL، والكلام ده كله كان تحت ترخيص الجي بي ال. طبعا الناس اللي الجي بي ال فيرجن الثاني، الناس اللي هتخوض في مشوار الاوبن سورس سيستمز، ودي السياسه اللي جايه حتى من مايكروسوفت ولينوس توفالدز والكلام ده، يفهموا كويس يعني ايه الرخصه بتاعت الجي بي ال او المشاع الابداعي والترخيص ده. بس احنا مش راح نحكي فيه بشكل كبير هنا، بس كل القصه احنا حاولنا نحط النقط على الحروف موضوع يعني ايه ووردبريس. وطبعا انا عندي لي ديفلوبرز مجموعه كبيره من او مجموعه المطورين اللي هم كانوا الكور، ومجموعه الديزاينرز اللي هم كانوا الكور، والكونتريبيوتنج ديفلوبرز الناس اللي انضمت بعد ما الارضيه بتاعه ووردبريس ابتدت يعني تبقى قويه، انضمت الناس دولت علشان ايه؟ علشان يضيفوا لي كونتريبيوتنج او يعملوا لي زي مشاركه، ناس تشتغل في الاجابه على الاسئله بتاعه الناس وهكذا. وطبعا الفريق بيطول ما بين الدوكيومنتيشن والسبورت وغيرها من النقط، الناس اللي قدمت دعم للكونتنت مانجمنت سيستم ووردبريس. يعني بمنتهى الوضوح، ووردبريس ده منصه تدوين مجانيه مفتوحه المصدر، نظام اداره محتوى كامل مكتوب ببي اتش بي ماي سيكوال. بدايه اطلاقه في 2013 كان اداه تدوين بسيطه، لكن تم تطويرها لتصبح فول كونتنت مانجمنت سيستم بكل ما تحملها الكلمه من معنى. اكثر من 60 مليون موقع حاليا بيتم تشغيلهم وادارتهم باستخدام ووردبريس، تقريبا نسبه 23% من فضاء الانترنت محجوز لووردبريس. نظره بسيطه على مواقع رائده بتستخدم كونتنت مانجمنت سيستم ووردبريس، مثلا مايكروسوفت نيوز، مايكروسوفت باي اتس باسمها الكبير جدا بيستخدم في النيوز بتاعه التمبلت ذات عباره عن ووردبريس. الجانب الثاني ديزني، والت ديزني كومباني الموقع الاساسي لوالت ديزني بيستخدم كونتنت مانجمنت سيستم ووردبريس في انه يقول للناس اهلا بيكم. موقع كبير جدا التك كرانش، واحد من ضمن المواقع المجلات الرائده في مجال الاخبار التقنيه الامريكيه تقريبا على ما اذكر، بيستخدم كونتنت مانجمنت سيستم ووردبريس. المساله فليكسبل جدا، احنا ان شاء الله باذن الله راح نستخدم ووردبريس از كونتنت مانجمنت سيستم، لكن هنوجهه للانستراكشنال ديزايننج لمجال التصميم التعليمي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.